عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ما خاب من تمسك بكم وأمنا إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما ما لي ودمع عينك جامد أو ما يا سمعت بمحنة السجاد قلبوه عن نطع مسجى فوقه فبكى يا له أملاك سبع شدادي ويصيح وذل الله عشيرتي ويصيح وذل الله أين عشيرتي وسرعات قومي أن أهل ودايا منهم خلايات تلك الديار وبعدهم يا نعب الغراب بفرقة وبعايا ترى يعود لنا الزمان بقربكم يا هيهات ما للقرب من معايا قرحت جفونك من قذن وسواد يا لم تفض لمصيبة السجايا يا فأسيل فؤادك من جفونك دمعا يا واقدح حشاك من الأسى بزنايا يا
المن المن هذا البكاء واندب إماماً طاهراً هو سيد يا للساجدين وزينة العبايا هو سيد الساجدين وزين العابدين مصيبته عظيمة لا تشنقوم ولا نتخف الهموم الهموم ما مات من الماي محروم اي والله مصيبتك عظيمه سيدي ابا الباقر لا تشنقوم ولا نتخف الهموم ما مات من الماي محروم ولا يا بالحوافي سحقت القوم عرفت وين الأشر وين ويلا يا ماما يا ابو اليم يا مظلوم واكو مثل يومك ابا عبد الله فلما مروا على جنازته على جسده وهو مكبوب على وجهه اخذ امامنا السجاد تميل به ناقة يمينة ويسرة وكاد أن يقع على وجهه وهو يرى حجة الله مكبوب على وجهه فصاحت بي عمته زينب عم ما لي أراك يا بقية الماضي تجود بنفسك لا حول ولا إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم على حب سيدنا زين العابدين صلوا على محمد وآل محمد نصل صدى نصل هناك سنن كونية الله سبحانه وتعالى أكد عليها في قرآنه لأن القرآن هو الكتاب السماوي الأخير فهو آخر رسالة من الله سبحانه وتعالى ومقتضى كونه هو الأخير فالحق تبارك وتعالى يجعل فيه كل ما يريد من البشر إلى يوم القيامة لأنه حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرام حرام إلى يوم القيامة باعتباره هو الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك من نعم الله على الأمة هو هذا القرآن الكريم الذي كشفت لنا فيه أسرار ما كنا نعرفها لولا كشف الله لنا منها هذه أن هناك سنن كونية لا تتغير وهي مطلقة لا تتبدل بحال من الأحوال قوانين إلهية كتب الله على نفسه هذه القوانين ألزم نفسه بها المقدسة منها أن المظلوم يجب أن يأخذ الله له ظلامته هذا قانون إلهي وفيض رباني لا بد أن ينصف الله المظلوم ولو بعد حين
ويأخذ الله ظلامته. ولذلك ورد التأكيد أنه احذر أن تتلبس بشيء من الظلم ولو آن ما، إياك والظلم، خصوصا ظلم من لم يجد عليك ناصرا إلا الله تبارك وتعالى. ماكو ناس تتقوى على منه وعلى الضعيف. مرة بعض الأحيان واحد يتقوى على قوي على ند الله، أكو لا والله تشوف بعضهم عندهم خسة حقارة أعذكم الله، فيتقوى على اللي ما إلى ناصر ولا معين. وأصلا إذا تقول له أنا أخلي أفوض الله عليك أصلا يفرح، أنا أحتسب عند الله حسبي الله ونعم. وهذا المسكين لما ينظلم شي يقول؟ ماذا يقول؟ يقول حسبي الله ونعم الوكيل، ومن ذاك يفرح. إذا بس ناصرك الله أي شغلتي سهلة يعني. شوف المسكين هذا يستسهل عقاب الله وثورة الله، لاحظوا لماذا؟ لأنه غافل لا يستحضر عقاب الله. أنا مرار أضرب مثل بهكذا، لو فرد واحد يجيبوا له يقولوا له تعال ماذا تريد أن تعصي؟ أعصي، روح شو تريد أعمل، لكن ما أنت خلص نجيبك نخليك بهذا التنور، نشعل تنور ونخليك به، شوف هذه النار، روح أعمل ما تريد، أعصي الله، بس تنتهي نجي نخليك هنا، يا ترى حاضر يعصي؟ لا، لماذا؟ لأنه استحضر العقاب. فبعضهم من تقول له أنا ترى أدعو الله عليك أفوض أمر إلى الله بيك، يقول أي روح، وكأنه القضية استسهله. مثل هذا يقول الحرام إذا قالوا له احلف قال إجاك الفرج، خلص بعد أنا راح. من وين يؤكل الإنسان؟ من الغفلة. ولكن اللبيب اللي يعتقد بمحمد صلى الله عليه وآله، صلوا عليه بأعلى أصواته، أنه خاتم النبيين، وماكو عاقل يشك لحظة ما بأن رسول الله خاتم الأنبياء. لماذا؟ لأن هذه ظاهرة لا يمكن أن توجد بنفسها. النبي 40 سنة لم ينقل لنا التاريخ عنه خطبة أو حديث، حتى لما راد يخطب خديجة عم خطب عنه، ألقى كلمة عنه، لم يعرف عنه الخطب. وفجأة يأتي بهذا النور وهذه الفيض ويكشف هذه السنن وهذه القيم. هل من المعقول عقل بشري يستوعب كل هذه؟ لا يمكن، بهذه الملابسات والحيثيات اللي عاشها رسول الله ما يمكن. ولذلك رسول الله طفر في كل شيء، رقي في كل شيء، لا يوجد له امتداد، لم يأخذ، ليس فوقه أحد إلا الله. حتى تشوف أن الله بعثه على فترة من الرسل، انقطع المدد، وذاك الزمان كانوا الأنبياء 3-4 في منطقة واحدة في قرية، بل مئات بل ألوف يكونون عادة في مكان واحد. سيقولون أحدهم يأنس بالآخر، ولكن فترة يسمونها يعني 5 قرون انقطع، لا توجد نبوات. فجأة يأتي هذا النور الكامل من هذا الغار في جبل النور في غار الحراء، ويأتي بهذا الفيض. هل من المعقول أن إنسان مهما بلغ من المعية في الفكر أن يدرك هذه السنن الكونية؟ ما يمكن أن يصل عقل بشري إلى هذا الفيض. ولذلك هو طفرة في كل شيء في سياقاتنا الدنيا، ويعتبر طفرة. من هنا تشوف هذه السنن العظيمة، أنه اللي ينصر الله، اللي غار على 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 قيم السماء، الله يغار عليه أيضا ويأخذ بيده ويرفع له علما وينصره ويؤيده. الآن واحد يعيش يقول لك عيشني اليوم وموتني بكرة، أنا فعلا الآن أقوى منك، أخذ حقك غصبا، أنت تدعي أنك بعدين الله راح ينتقم مني، مو مشكلة. هذا مسكين،
اشترى نعيم زائل بعذاب باق وابد. وهي نفس المغالطة اللي عاشها ابن زياد وعاشها يزيد، لكنه صاعقة وجهت لهم الحوراء زينب، تقول له: أظننت يا يزيد أن أخذك لنا لأنك مقرب من عنده مثلا؟ والله ما فريت إلا جلدك، أنت حكمت على نفسك بالفناء. لماذا؟ لأنك ظلمت، أنت صرت ظالم، ولا يمكن أن يقر الله ظالم. وأي ظلم أعظم من أنهم قتلوا بقتلهم إياك يا أبا عبد الله، قتلوا أباهم. الإمام له رتبة الأبوة على الأمة، كان يربيهم يعلمهم، هؤلاء حرموا أنفسهم بقتلهم الحسين، حرموا أنفسهم من فيض الله سبحانه وتعالى. ولذلك تشوف سنن الله في الكون، شنو صار ويا يزيد بن معاوية؟ أول سنة كونية، أنتوا سامعين حضراتكم أن قطيعة الرحم تقسم العمر، وصلة الرحم تطيل الأعمار، هذه معروفة. إذا وجعل الصديقة الزهراء تقول: وجعل الله، في خطبتها العصماء التي أظهرت سنن الله الكونية وفلسفة الأحكام ببيان لا يمكن أن يصل إلى إلا الأنبياء والصديقين. عطروا مجلسنا بالصلاة على محمد وآل محمد. تقول سلام الله عليها: وجعل صلة الأرحام منسأة في من؟ في الآجال. يعني من فلسفة وحكمة صلة الرحم أثرها شنو؟ أنها تطيل الأعمار، منسأة في الآجال، يعني تمد في الآجال. كشفت لنا سر صلة الرحم، ما هو مؤداه؟ قالت: منسأ في الآجل. يعني أنت اللي تريد عمرك يطول أو يطيل الله في عمرك، صل رحمك. واحد يقول: والله أنا دائما على زيارة متواصلة مع أرحامي. من تسيلة أي أرحام؟ يقول: والله هم يزوروني وأنا أزورهم. مو هذول، هذا رحمك، هذا حتى العدو، حتى الصديق، حتى الجار اللي يزورك تروح تزوره، شيء طبيعي. يعني أنت مالك فضل عليه، زارك تزوره، ترجع له الزيارة. حتى الغريب إذا زارك تزوره، صديقك يجي يزورك مرة مرتين يقول: والله هذا زارني مرة مرة، كنا أروح أزوره، ترد له الزيارة، ما إلك فضل فيها. وإنما المقصود ذاك اللي ما يتواصل وياك، ابن عمك اللي صار له سنين ما يطرق بابك وما تتلفن عليه وما تحكي معاه، صلة رحمك، رحمك القاطعك تروح توصله. اليوم ارجع للبيت وخذ لك قائمة، احسب كم واحد من قرايبك صار لك سنين ما متكلم وياه، هذول اللي يدورهم، هذول روح سجلهم، هذا فلان وفلان، ابن عمي وابن عمتي وابن خالي صار لي سنين ما ادري شين اخبار، والله عندي ابن عم بالسويد، عندي ابن خالة باستراليا، سنين ما ادري بي، هو هذا روح ابحث عنه ودور على تليفونه وسلم عليه. هن ذن اللي يطيلن الأعمار. أما والله رحمك اللي يزورك تزوره، هذا حتى الغريب ما لك فضل به. صلة الرحم الذي مقطوعة توصلها الله يوصلك وينشئ فيه. طيب، فقطيعة الرحم تقطع الآجال. ولذلك تشوف أيضا يقولون لما أراد المنتصر يقتل المتوكل، منتصر ابن المتوكل، فراح للإمام أبوه هذا المتوكل، وكان ليلة أنس عايشها المتوكل، وشتم فيها عليا وفاطمة، فقال له المنتصر: لما تترك أجلاف الترك والديلم يأكلون لحم ابن عمك؟ ليش تخليهم يضحكون على علي بن أبي طالب وفاطمة؟ ها؟
إذا تريد تضحك على ابن عمك اضحك أنت عليه، بس ليش تخلي هؤلاء يهزؤون بعلي وفاطمة؟ فشتم بأقبح الشتائم والفحش. فإجى المنتصر للإمام الهادي قال له أنا هذا عدو الله ما خلى جريمة ما ارتكبها، والمتوكل في أفعاله قبيحة إلى أبعد الحدود، يعني خرج بها حتى على النواميس والقيم الأخلاقية. هو مثل يزيد في بني أمية والوليد بن يزيد بن عبد الملك، هو نفسه ماكو فاحشة ما ارتكبها، فأنا هذا أريد أقتص منه. الإمام ايش قال له؟ قال هو هذا مهدور الدم، ما لأنه مجرم سفاح مهدور الدم، ولكن اعلم، وكان عمره 25 سنة منتصر، اعلم إذا قتلت قسم الله عمرك. قال له ويش يقسم عمري؟ قال لأن الولد إذا قتل أباه قسم عمره، إذا ابن يقتل أبوه نعوذ بالله حتى لو أبوه مستحق العقاب الله يقصف عمره. هذا الرجل واي كان متأثر من هذا المتوكل أبوه، قال أنا عمري هم ما أريده. فقتل، مع أنه قتل مو مباشر بإيده يعني نحره، أمر بقتله فقتل، فمات بعده بستة أشهر، عمره 25 سنة مات. لماذا؟ لأن أكو سنن كونية الله مخليها بإرادته فرضها. أحد أسباب الله قصف عمر يزيد بن معاوية هو قتله للحسين، عاش بعد الحسين أقل 3 سنين، لأنه جريمة كبرى قتل به بهذا الفعل انتهك حرمة أب للأمة، واللي يقتل أبوه ينتهي الله يقصف عمره. وقد أمروا بمودته فقطع هذه الصلة المودة فقصف الله عمره. ولذلك كل اللي قتل الحسين ما تهنى لا في دنيا ولا في آخر. هو أخبرهم سلام الله عليه في كربلاء والله لن تهنأوا بعدي بدنيا ولا آخرة ولا آخرة، واضح سنة كوني. وفعلا ما إن قتلوا ورجعوا للكوفة وإذا بالأمور انقلبت عليهم، لم يهنأوا بطعام ولا بشراب ولا أمن ولا أمان، فكانوا جلهم يقولون ما لنا والحسين، إحنا ليش تورطنا الورطة الكبيرة؟ لاحظ هذه سنن الله في الكون ما لها دخل بالإيمان، أنت شنو عقيدتك؟ أكو أشياء الله خلاها في الكون أفاضها وقرر قرارها، قوانين. نار حارة، نار حارة خلاص تحرقك، هذا قانونها، ما فيك تقول هاي النار باردة إلا إعجاز كوني شيخ نار وبرهن. من سنن الله هذا، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، أي يجعل لكم العاقبة، يجعل ختام الأمر بيدكم، لأنك نصرت الله. ولو دفعت ضريبة من خلال نصرتك لله وحفظت قيم الله لابد أن يفيض الله عنك عليك خيره ويأخذ لك، هذا قانون. الآن بعض الناس يقول لك والله أنا ما أدخل نفسي بمشاكل، أنا صح أعرف هذا خطأ شرعي لكن أنا إذا أدخل أتورط ما أريد أورط حالي. في واحد يقول لا هذا قانون الله أنا حفظه ما أجامل على الله، هذا حرام هذا قاعد يرتكب محرم أنا لازم أنصر الله وأقول له هذا حرام، ما بيها مجال. لابد حتى لو تدفع ضريبة لابد أن الله يأخذ لك ويرفع لك، لابد أن ينصفك التاريخ، هذا سنن كونية. ولذلك لما تستعرض قضية الحسين عليه السلام، الحسين قتل في عاشوراء بأقبح قتلة، جريمة بشعة لم يعرف لها التاريخ، لهذا اليوم لهذا اليوم مثيل ما سمعنا بها أبدا، أن رجلا ينقطع عنا المدد وهذا القسوة من أعدائه يقطعوه إربا إربا. في الروايات أن زين العابدين كان يجمع أشلاء أبوه على حصيرة، يجيب القدم يجيب الإيد يركبها الصدر يركب إلى هالمستوى من التمثيل والمثل.
وراح هناك يبحث بالأرض، جاب قلب أبوه اللي فيه السهم، قلب الحسين. يعني شغلة هواي مصيبة كبيرة، وأصابيعه ورأسه على القناة. تتخيل شنو من مشكلة ومأساة. ولذلك الحوراء لما شافته قالت أنت الحسين، ما عرفت أخوها أنت الحسين. يعني شنو من جريمة صايرة، شنو من مأساة صايرة مع سيد الشهداء. طيب هذا بعين الله عز وجل هذه المأساة، نعم هذه بعين الله. وقتل أصحابه وأنصاره، أبيدوا كلهم حتى الطفل قطعوا رأسه وأخذوه. وما أريد أحكي لك على الحرق الخيام شنو أثر من آثار إلها، لأنه بعض الشهداء بعد قتلهم أحرقوا، إن كانوا يجمعوهم في خيمة هاي الخيمة محترقت، تتخيل شنو الموقف. لكن الله القيوم بقيوميته الذي فرض سنن كونه أن ينصر من نصر، شوف شلون حفظ للحسين ذخيرة. وإذا كنا نتصور أو الناس تتصور أنه الحسين انتهى، ما عنده بعد، كل 72 قتلوا مو راحوا، وإذا الله ينصره بأضعف أنصاره اللي هو الإمام المريض سلام الله عليه، بحيث ما قتلوه لضعفه، إنه ما يشكل خطر عليهم، ما يشكل أي معادلة لهم، مريض. وبعضهم قالوا هذا ممكن الآن يموت ما يتحمل السفر، تركوه. لو كان يشكل في نظرهم 1% خطر عليهم لما وفروه، لكان قتلوه. نعم أمروا بقتله، الشمر رادي قتله وزينب حافظت عليه، لكن تركه لما ظنت أنه ما يشكل خطر، انتهى. لاحظ الله سبحانه وتعالى ادخر اللي هم كانوا يتصورون هذا أضعف أنصاره وما يشكل خطر، تبين أن زين العابدين أخطر أنصار الحسين وأعظم أنصار الحسين، وأنه هو الذي يأخذ بنصرة الحسين ويكون امتداد حقيقي لسيد الشهداء ويحفظ اسم الحسين. هو تبين الناصر الأول والأخير للحسين. ولذلك تشوف لولا زين العابدين للأمور هواي تلبست في الكوفة وفي الشام. زين العابدين عليه السلام هو حفظ التراث والمسيرة إلى أن وصلت لك لليوم. واحد يقول كيف أن الإمام بهذا الضعف وهذا المرض وهذه العلل، وأنه ينجو من كربلاء سالما حتى جراحة ما تصير به؟ هذا تسديد إلهي. وكذلك في الكوفة وهذا المسير الطويل، والله ما اندخل يحفظه الله، كذلك في الشام ما اندخل في الكوفة حتى الله سبحانه وتعالى شافاه من علته، كان عنده حمى شديدة في كربلاء، ولذلك كانوا يحاولون يخففون عن هاي الحمى، فإن ما اندخل الكوفة حتى برئ وبدأ صلوات الله عليه في العاشر يريد يحمل السيف والعصا وياه، يقولون السيف يخط وراه بالتراب ما يقدر يشيل السيف، لكن في الكوفة كيف انبرى وبين عظمة وشهادة أبيه الحسين. وهكذا كيف تنقلب الأمور في مجلس يزيد بحيث يخطب خطبة عصماء يبين عظمته وعظمة أهل بيته، ويضج المجلس على يزيد، ويقوم سفير روما اللي عنده حصانة يعترض على قتل الحسين، فيأمر يزيد بقتله، بقتل السفير. ومما يضطر يزيد أنه يقيم مجلس عزاء الحسين في قصره. معناته أي نصر أعظم من أن القاتل يقيم عزاء الذي قتل في قصره؟ هذا دعا أن يزيد دخل في سلسلة النفاق، يدبين للناس أنه رجل منافق، هو قتل الحسين والآن يقيم مجلسه. شلون؟ لنتيجة الضغط اللي صار، وانقلبت الأمور عليه ببركة زين العابدين، كأن الله ادخر له لسيد الشهداء هذا العظيم ذخيرة لله، ينصر الله به زين العابدين، ينصر الله به الحسين. ولذلك لو تشوف أساليب الإمام السجاد
كيف استطاع أن يطوق طغيان يزيد وأن ينهض بالموقف الشرعي. الإمام يحدثنا التاريخ عن رسالة إليه لأحد شيعته اسمها رسالة الحقوق. رسالة الحقوق حقيقة لو تتابعها 50 بند، 50 حق، يبدي حق الله، حق السلطان، حق الرعية، بعدين يروح ينتهي حق الجار، حق البايع، حق المشتري، حق الزوجة، حق الأولاد، قوانين، وبعدين أكثر من ذلك حق الطبيعة، حق الحيوان، بعدين يروح إلى حق الجسد ويفصل حق العين، حق اليد، حق القلب، حق. رسالة الحقوق للإمام السجاد أعظم رسالة قانونية وأول تراث بشري في التاريخ. لم يسبق له أحد أبدا أن يعطي صورة عن قوانين الله بهاي الكيفية ويجعل الحق قانون. اليوم إحنا المفروض نشمخ بها إلى السماء هذه الرسالة ونقدمها للناس. هذه مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، حقوق الحيوان، حقوق الطفل، حقوق البيئة، أيا كان. لاحظ لو تطلع على رسالة الحقوق للإمام زين العابدين حقيقة تنتهي إلى مسألة: كيف يمكن لإنسان أن يأتي بهذا الكم من الحقوق والواجبات التي يفرضها الإسلام على الناس وعلى الإنسان والمجتمع؟ رب الأمة على هذا الميزان، وأن القضية قضية الأخلاق قوانين. أنت تتصورها الأخلاق سهلة؟ لا، هذه قوانين وحقوق يجب أن تحفظها. فأول عمل عمله سلام الله عليه أعاد مجد الأمة وتربيتها من خلال النظم الأخلاقية والقيم السماوية التي جسدها بنفسه. الإمام السجاد ما عنده جيش أو عنده أتباع كثر بعد كربلاء، ولكن من خلال مشيه في الحياة سلوكه كان يدعو إلى الله، بحيث يجعل طاغية أرعن متفرعن اسمه عبد الملك بن مروان، صاحب مقولة: من أمرني بتقوى الله بعد مقامي هذا، بعد ما صرت خليفة، إذا واحد يقول لي اتق الله ضربت عنقه. تتخيل الطغيان وين وصل؟ وهو صاحب فتوى 3 أيام. مروان عبد الملك مو إنسان عادي، كان فقيه يعتبر حمامة المسجد، وكان يروي عن رسول الله برواية بواسطة واحدة، كان يروي عن عثمان عن النبي، ويعتبر من فقهاء المدينة. تخيل حمامة المسجد. هذا أول ما صار خليفة أسس فقه جديد اسمه الثلاثة أيام. فقه الثلاثة أيام هو فقه خطير يعني، ومدرسة تأسست عليه عقائدية خطيرة، أن الخليفة إذا ما أن يحكم 3 أيام، إذا تعدى من حكم إذا مر على جلوسه على عرش الخلافة 3 أيام فما فوق رفع عنه القلم. بعد أي شيء يرتكب، أي شيء يفعل، لا يسجل عليه، خلاص صار عنده حصانة. فقه 3 أيام رب أول من أسسه هذا المعتوه الدكتاتور. أنت تتخيل واحد يجيك واحد مثل الوليد ابن عبد الملك، ما كان يقرأ ويكتب، وكان معروف أنه رجل مو فقط ما يقرأ ويكتب، ما عنده حكمة، سفيه، وتكون تحت إيد إمبراطورية من الأندلس، يعني من جنوب فرنسا إلى جنوب الصين، هاي دولته، لأنه فتحوا الأندلس أيامه، فتحوا الإسباني، دولته من جنوب فرنسا إلى جنوب الصين، ومشبع بهاي الثقافة أنه ما إن حكم 3 أيام فما فوق رفع عنه القلم. يعني أي شيء، أي ذنب يرتكبه، أي مجزرة يسويها، هو مغفور له. لماذا؟ لأن خليفة المرء خير من رسوله، هو أفضل من الرسول يدعي نفسه. لماذا؟ يعني يقول لك محمد عنده رسالة وصلها وخلص،
وهذا الخليفة البعيد هو يمثل الله في الأرض. طبعا العباسيين نفس الفقه أخذوه، ولذلك ذولي كانوا يعملون لهم فقه خاص بهم يبرمجوهم، فهذا لما يعدوه إعداد يثقفوه ثقافة هو صغير على أن هاي الأمة كلها ملكك، خول إلك، وأنت ما مرفوع عنك القلم، وإلا شلون تتوقع ذولي يجرؤون على يحرقون الكعبة ويقتلون الحسين ويدموا ويحرقوا يهلكون الحرثة والناس؟ على أساس يبيدون شعوب؟ لأن هو مشبع أنه هو المختار وأنه رفع عنه القلم. واحد مثل هذا دكتاتور وطاغية إجا بعد هدمة للكعبة وحرقها بالمنجنيق على ابن الزبير، إجا إلى الكعبة شافها، هو اللي أوحى إلى الناس أن المقدس في مقابل الكعبة، حجوا إليها. ذيك السنين اللي ابن الزبير كان موجود أهل الشام ما كانوا يحجون، فحول حجهم بفتوى حجوا إلى بيت المقدس. هذا بيت المقدس قبل الأولى، حجوا هنا وخرجت الصخرة وقدسيتها من أيام عبد الملك، ثقافة عبد الملك، وكان عنده جرأة أن يغير حتى بالدين لأنه مرفوع عنه القلم. ولذلك الحجاج يقول لما بنى الكعبة وشاف الناس يطوفون حولها قال لو طافوا بقصر عبد الملك كان خير لهم، روحوا طوفوا على قصر الخليفة خير لهم. بكل وقاحة يخطب في مسجد الحرام يقولهم طوفوا بقصر الخليفة أفضل. لاحظ هذه الثقافة، واحد مثل هكذا دكتاتور يجي إلى الكعبة يفتتح الكعبة بعد بنائها بعدما أحرقت، فيرى زين العابدين يلتقي بالإمام السجاد عبد الملك ابن مروان، متوفي 85 للهجرة، التقى به، والكعبة أحرقت 73 للهجرة وأعيد بنائها 74، فالتقى به فانهار عبد الملك. شوف المؤرخين ينقلون هاي القصة يقولون فانهار عبد الملك لما رآه من شدة ورع وهيبة وخشوع زين العابدين، انهار، تأثر بروحانيته، فجاء إليه وأجلسه معه وقال يا ابن رسول الله ادعو الله لي بالمغفرة. أي مغفرة؟ أنت مرفوع عنك القلم، أنت تفعل ما تشاء، مو؟ لكن ما قدر، شاف هاي الروحانية والهيبة على السجة، شنو شاف؟ ذي الثفنات صلوات الله عليه، يقولون فتعثر وانهار لشدة عبادته وتخشعه للسجاد. هاي الحالة المسلمين كانوا يشوفوها، ولذلك لا تستغرب لما يقطع طريق حجر الأسود على على هشام ما يقدر يستلم الحجر، فينصبوا له كرسي حتى ينتظر الحج يفرق حتى يجي يستلم الحجر الأسود، ازدحام شديد. هشام ابن عبد الملك أم خليفة أم أمير، وفجأة يخلوا له كرسي ينتظر الحج يخف حتى الحجاج شوية يقلون حتى يستلم يقبل الحجر، وفجأة ينشق الحجاج والطواف صماطين وصلوات تصير، ينظرون رجل متخشع سيد لسانه لا يفتر عن ذكر الله مطعطئ الأرض، يدخل والناس تفرج له ويذهب ويستلم الحجر ويطوف وحده وما حد يزاحمه والناس تتبرك به، وهذا قاعد على كرسي خليفة وأمير وخبص حتى يسمح يدخل. وإذا هاي الغمزة الأموية من هذا؟ قال ما أعرفه. وكيف ما تعرفه؟ فينبر الله يسدد له ويسخر له الفرزدق يقول له هذا الذي، تعال يا شامي أنا أعرفه، ما يعرف أنا أعرف، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت والحل والحرم، ويبلش في قصيدة ومعروفة. هذا نصر الله. فإمامك السجاد أول خطوة يرجع الأمة يربيها بسلوكه، ما عمل أي شيء غير سلوكه ومشي في الحياة، وصلت الوثوق الأمة به ولا تثق بغيره. ولذلك الزهري وكان والي لبني أمية فرد يوم عاقب واحد
وهذا متربي تربية أموية، عاقب رجلا جلدا فمات بسياطه. جلد واحد مفروض ما يموت، جلد جلد مات، فجزع عليه، قال خلاص أنا قتلت نفس، فإذا راح تنتهي القضية وأنا ميؤوس مني، من قتل نفسا بغير ذنب انتهى. فصار عنده حالة يأس من رحمة الله، فغادر إلى كهف في المدينة بجبال المدينة وانقطع عن الناس. كل ما حاولوا أهله يرجعوه صار عنده حالة من اليأس، نعوذ بالله، واليأس أحد الكبائر، أن يقنط الإنسان من روح الله. حاولوا معاه ما ف، فجاءوا إلى زين العابدين: يا ابن رسول الله، هذا هواي ناس تكلموا إياه ما يفيد. فبعث عليه، قالوا له الإمام يدعوك فإجه، وهذا والي أموي وعنده هاي حالة اليأس، عنده ضمير تحرك، قتل نفس برية. فنظر للإمام السجاد، قال: يا زهري، ادفع لأهل المقتول دية واستغفر ربك، وإن قنوطك أعظم من ذنبك، أنت تيأس من روح الله، هذا أعظم من ذنبك، روح ادفع لدية لأهله واستغفر، وقنوطك من رحمة الله أعظم من ذنبك. فقال: استغفر الله، ورجعت له نفسه ثقة بالإمام، وثوق الأمة بالإمام، هالكلمة اللي تخرج من فم زين العابدين لها تأثير في نفس واحد من ولاة بني أمية. لاحظوا، وثوق الأمة استطاع أن يرجعها إلى القيم السماوية صلوات الله عليه. ولذلك أول شيء عمله بعد كربلاء هو بدأ بتربية الأمة على ثقافة الزيارة الحسينية. الزيارة الحسينية، الإمام السجاد بعد ما عاشوراء سنة 62 بدأ بزيارة الحسين عليه السلام. كان يأخذ الطعام والإبل من كربلاء، من مدينة إلى كربلاء في محرم، ويبقى إلى 40 الحسين عند أبيه. ينقل المنتهى الآمال الشيخ عباس القمي، يقول: كان مواظبا على زيارة الحسين عليه السلام. تدرون حضراتكم، احنا ذكرناها في محرم، ان الحسين اشترى كربلاء، هاي المنطقة القديمة، واشترط على الاسديين ان يضيفوا زواره 3 ايام ما يمنعوا زيارته. اشترى 4 فراسخ في 4 فراسخ، يعني كربلاء القديمة الان كل هاي ملك صرف لسيد الشهداء. ولذلك الامام السجاد كان يجي كل سنة الى كربلاء، ينصب خيام هناك ويزور الحسين عليه السلام، ويبقى شهرين إلى محرم، إلى 40 الحسين. الناس لما تسمع العدة حاجة، العدة مسألة، العدة، وكان يطعم الزوار والزائرين، كانت أرض قفرة. وهكذا لما ينهي الزيارة بعد 40 يذهب إلى الكوفة، يصلي في مسجد الكوفة، وبعدين يأخذ خواص شيعته إلى زيارة جدة أمير المؤمنين عليه السلام، فيدلهم على قبر أمير المؤمنين. ولذلك هذه القصة اللي يقول لك أن قبر أمير المؤمنين كشف أيام هارون، هم الشيعة كانوا يعرفون قبر أمير المؤمنين قبل هذا، لكن الناس للعلن، وأول قبة بنيت على قبره، نعم، أيام هارون، ولكنه الناس كانوا يعرفون قبر أمير المؤمنين بخواص شيعته ببركة إسماعيل السجاد. أكثر هاي الزيارات عن طريق السجاد وصلت لنا سلام الله، ومن هنا رب الأمة على ثقافة الزيارة والإطعام والمجالس. ولذلك أنت هذه مو اعتباطا أخذتها يد بيد، هذه مو وصلت لك فجأة قرار حاكم، قرار مرجع أنه زور الحسين، لا، هذه متعوب عليها من مئات السنين، ما إن استشهد الحسين حتى بدأت الزيارات والإطعام على حب سيد الشهداء من زين العابدين. ما إن رجعت العائلة المقدسة إلى المدينة بدأ العزاء،
كان سلام الله عليه يهيئ الطعام لهم لكل من يأتي يعزي ويبقى في هاي الفاجعة. ولذلك بدأ بهذا العنوان. عاش بعد أبي 37 سنة، 35 سنة كان يزور الحسين بهاي الطريقة، حتى انقطع في السنتين الأخيرتين، السنتين الأخيرة من عمر الشريف، يعني هو عاش بمقدار عمر أبوه 58 سنة، عاش 58 سنة. السنتين الأخيرة ابتلي بمرض في صدره، ما كان يتحمل السفر، فكان يبعث ولده زيد ابن علي ابن الحسين، وهذا زيد أبو السادة الحسينيين، أكثر السادة الحسين من هذا العظيم رضوان الله عليه سلام الله عليه، الشهيد المظلوم. كان يبعث ابنه مع الإبل والأطعمة إلى كربلاء في محرم، ويبقى هناك زيد يطعم الناس ويشجع الزيارة حتى مات الإمام السجاد، يعني سنتين قبل وفاته أو قبل شهادته انقطع عن الزيارة. فأسس هاي الثقافة، ثقافة الزيارة للحسين وإطعام زوار الحسين، حتى وصلت لك أنت الآن بهاي الطريقة وهذا الأسلوب سلام الله عليه. أيضا يحدثنا التاريخ عن أسلوب السجاد، يقولون المؤرخون ما كان يرى طعاما أو شرابا إلا ومزجه بدموعه، لأن كان يذكر جوع وعطش أبي الحسين. أنت تعرف هذه، كان كلما رأى طعاما أو شرابا، كلما يعني للأبد، يعني ديدنا، كان هكذا ما يتحمل يشوف طعامه إلا ويذكر أبوه. إن الحسين، هواي ناس يأكدون على عطش الحسين بس ناسين جوع الحسين. الحسين أيضا ما فقط عطشان، كان جائع في ليلة العاشر، ما عندهم العائلة شيء يطبخوه، ففي تاسعاء آخر طعام أكلوه صباح تاسعاء، وبقوا بمفاوضات بعد الشمر ما دخل تاسعاء إلى كربلاء، ما عندهم طعام تاسعاء وعاشوراء، بقوا العائلة بدون طعام، ما عندهم شيء، حسب الظاهر عندهم ماء ليلة العاشر، ولكن بعدين يوم العاشر ما عندهم طعام ولا ماء، نفذ الماء صبيحة العاشر. وبالتالي يتذكر جوع الحسين وعطشه فيمزجه بدموعه، وهذه حياته. فكان في حالات جميعها كان مع الحسين، يذكر أباه ويحن إليه، وهو القائل عند دفن أبيه هاي الكلمات المعروفة: أبا يا حسين، أما الدنيا فبعدك موحش مظلمة، وأما الآخرة فبنور وجهك مشرقة، وأما حزني فسرمت، وأما ليلي فمسهد، حتى يختار الله لي دارك التي أنت فيها مقيم. يعني أنا بعد لا ليل عندي ولا نهار، أبقى بهذا الحزن واللوعة عليك حتى ألقاك. وبقي بهذا الحال، فما كان أحد يراه إلا ويتذكر الحسين بمصيبته سلام الله عليه. ولذلك بدأت الناس تتحرك عندما رأوا السجاد، لأنه بعد عودته إلى المدينة جزع الناس لما أصاب الحسين سلام الله عليه، فبدأت ثورة واقعة الحرة، قام الناس 4000 ما بين صحابي وتابعي ثاروا على يزيد بن معاوية وأبيدوا وقتلوا. الغريب حصل موقف ينبيك أن الأخلاق السماوية عند أهل البيت لا تتغير بحال من الأحوال، هؤلاء جبلوا على الخير والكرم والفيض. حصل موقف بعد ما المدينة وقعت بيد الثوار سنة 62 ضد يزيد، أخذوا المدينة الثوار بقيادة حنظلة ابن أو عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة، قاد الثورة
على يزيد. فبني أمية خافوا القتل، أنه موجودين بني أمية منهم مروان عبد الملك في المدينة، خافوا أنه الآن الثوار يقومون عليهم يقتلوهم، يثورون عليهم يقتلوهم، يجون على قصورهم يستبيعوا. فما وجد، لاحظ الأمة تعرف إلى أين تنتهي، فما وجد مروان أحد أو دار يحمي عياله وأطفاله وعشيرته إلا دار الحسين. بني أمية لما خافوا أن أهل المدينة يقتلوهم ما وجدوا دارا تحميهم إلا دار الحسين، علما أنهم هدموا دار الحسين. الإمام الحسين عليه السلام مجرد أن تحرك من مكة إلى كربلاء بالطريق والي المدينة هدم دار الحسين، هو بالطريق إلى كربلاء هدموا دار. بعد ما عاد من كربلاء الإمام بنى دار أبوه، وإذا بمروان لا يجد مأوى إلا دار الحسين، ويطرق الباب ليلا ومعاه 400 ما بين بنت ولد وحفيد وأسرتهم كلهم، يعني هو عنده 10 أخوة وعشرة أبناء، 10 بـ10 كلهم ذولي ضراري وأولاد وعبيد، 400 نفر كانوا نساءهم وأطفالهم وعيالهم ومن يلوذ به. قال: يا ابن رسول الله، ما لي غيركم ملجأ، وهذول عيالي أنا أريد أمنهم عندكم، ما عندي غيركم. الإمام السجاد يأخذهم ويخرج بهم إلى ينبع، في مزرعة للحسين في ينبع، ويحميهم هاي الأطفال والعيال والنساء. منو؟ عائلة مروان، اللي مروان أشار على الوالي وليد بن عتبة بن أبي سفيان يقول له خذ البيعة من الحسين وإلا ضرب عنقه، مو هو صاحبه مروان يقول للوليد اقتل الحسين إذا ما يبيع يزيد. فقال له: ويلك، أقتل الحسين إن رفض بيعة يزيد؟ والله إن امرئا يلقى الله بدم الحسين لا يرى جنة أبدا، كيف تأمرني أقتل الحسين؟ الآن يجي يأخذ حماية في بيت الحسين وفي دار الحسين ويحميه ابن الحسين، شنو الأخلاق هذه؟ هذه القيم والشمم التي لا تختلف بحال من الأحوال. إحنا هذه تربيتهم سلام الله عليه، يفيضون بخيرهم على غيرهم ولو من لا يستحق، ولكنهم أهل للكرم والجود. فحماهم، حمى ذراريهم، وهم راحوا إلى الشام الرجال والأطفال بقوا بحماية، والنساء بحماية السجاد. ليش؟ هو كل إناء مو بالذي فيه ينضح، هم حموهم سووا بهم في كربلاء وأطفالهم، ولكن آل البيت هكذا أخلاقهم، هكذا جبلوا على الفيض والتقى. فلما جاءت السنة الأخيرة للإمام السجاد وقد اشتد وجده وعشق لأبيه الحسين، كان متلوع ليل ونهار لفراق الحسين في كربلاء، ما كان يتهنى، يمر في سوق القصابين في القصة المعروفة ويسمع القصاب يقول له: بني أسقيت الكبش ماء؟ يقول له: أنتم معشر القصابين لا تذبحون الكبش حتى تسقوا؟ قال: نعم يا ابن رسول الله. فيلتفت إلى كربلاء يقول له: أبا يا حسين، إن الكبش لا يذبح حتى يسقى، ما لي لقتلتك قتلوك وأنت عطشان. هواي مأثرة في قلب عطش الحسين، ولذلك لما دفن أباه في كربلاء كتب على قبر الحسين: هذا قبر الحسين بن علي الذي ذبحوه عطشانا غريبا. باقي هواي الهلوعة في قلبه، يقولون: فبقي بهذه اللوعة حتى أمر طاغية الشام الوليد أن يقتل الإمام، فدس له سما قاتلا. ما طول بعد السم حتى بدأ به هذا السم،
فلما جاءت تلك الليلة اجتمع حوله شيعته وأبناؤه وعياله، فأوصى وصاياه وقال للباقر: بني لقد رأيت جدك الحسين البارحة فشكوت له همي وغمي وشوقي إليه، فبشرني بسرعة اللحاق به. هو فرحان وسعيدا يلتحق بالحسين. وأوصى وصاياه، اسمع، ومات في نصف الليل وقد جمعوا له ماء للغسل، وهو في حال الاحتضار هيأوا له ماء للغسل، ففتح عينيه قريب الموت وقال: بني اذهب إلى الماء الذي جمعتموه فقد سقطت فيه فأرة وتنجس هذا الماء. يقول الباقر: فأخذنا نورا وذهبنا. أخذوا نور، راحوا يشوفون بالليل المي اللي مجمعيه لغسل الإمام. يقول: فرأينا فأرا قد وقع فيه ومات اللحظة الساعة. هؤلاء نور الله في أرضه سلام الله عليه، ولا يحيدون عن قيمه، والله ينصرهم ويسددهم. يقول: فاستبدلنا الماء يا مؤمنين، فبينما هو بهذا الحال وإذا بالإمام مدد رجليه وأسبل يديه وأغمض عينيه وفاضت روحه إلى بارئه، فمات مزموما مظلوما محروما. رحم الله من نادى: أيوا إماما، أيوا مظلوما، أيوا عليا. يقول الباقر: فارتجت المدينة لموته وجزع الناس له، وكانت له ناقة قد حج عليها سنينا كثيرة وكانت به مأنوسة. يقول: أن هذه الناقة رفضت الطعام وكانت تحن إليه واستوحشت من الناس لفراقه حتى بقيت أياما بعد فماتت. لا إله إلا الله، حتى هذه البهائم تعرف قدرهم، ولكنهم في يوم عاشوراء لم يعرفوا لهم قدرا. بعد أن حصر الحسين وانقطع عنه المدد وماكو أحد، يأتي هذا اللعين الشمر ويأتي إلى الإمام السجاد يرفسه ويأخذ الغطاء الذي النطع الذي كان يجلس عليه الإمام السجاد ويريد أن يقتله. نعم، لولا أن تعلقت به زينب. شلون زينب هي؟ وشلون ساعات؟ أقول: كان في يوم العاشر بعد أن انقطع عن الحسين المدد وكان يقاتل ويكثر التكبير وكانت العائلة لصوته مستأنسة آمنة مطمئنة حتى مرت لحظات فانقطع صوت الحسين، فاضطربت زينب، جاءت إلى زين العابدين وهو يجود بنفسه، قالت: عمي ما لي لا أسمع لابن أمي صوتا ولا أرى لابن والدي شخصا. قال: عم لعل الخيل والرجال حالت بيننا وبينه. قالت: حاشا لابن عم أن تحول بينه خيلنا ورجال. قال: عم ارفعي لي طرف الخيمة. لا إله إلا الله، فرفعت له طرف الخيمة فصاح وضرب على رأسه وقال: عم فروا على وجوهكم بالبيداء فإن ذاك رأس والدي الحسين معلق على القناة
فخرجنا ربات الحجال إلى الصحراء. والله تقول ضيعت أنا طلعت الولينا وضيعت. والله يا مذبوح للحوم لقيت أنا قعديت قعديت يما وعاتبيت عاتبيت يا خويا لمثلك شلون يعوف بيت. والله صاحيت يا محزمان يا امي تعالي تعالي وشوف كربلا سوت بحالي. إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. فرج عنا يا الله.